بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، إن موضوع هذه الكلمة موضوع مهم جدا. إن موضوع هذه الكلمة هو مع أعظم الكلمات وأجلها وأنفعها وأطيبها وأحسنها وأزكاها. إن موضوع هذه الكلمة مع كلمة التوحيد لا إله إلا الله، جعلنا الله وإياكم من أهلها، ورزقنا الله وإياكم الثبات عليها إلى الممات. فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل آخر كلامنا وكلامكم لا إله إلا الله. أيها الإخوة، إن هذه الكلمة العظيمة الجليلة التي هي أعظم كلمة على الإطلاق وأجل كلمة على الإطلاق، جاء في بيان فضلها ورفعة مكانتها وجلالة قدرها نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسأشير إلى قليل من هذه النصوص تنبيها بذلك على الكثير. نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دالة على فضل هذه الكلمة العظيمة وعظم شأنها وجلالة قدرها. ومما أبدأ به في بيان فضل هذه الكلمة أن أهلها لهم البشرى في الدنيا والآخرة بكل خير، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، هذه هي لا إله إلا الله. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله أولئك لهم البشرى فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الإخوة، نحن إن شاء الله أهل لا إله إلا الله، نحن أهل هذه الكلمة العظيمة، ولهذا نتصف بأوصاف أهلها. أهل هذه الكلمة العظيمة الذين ساق الله جل وعلا لهم في هذه الآية البشرى، قال: أولئك لهم البشرى. بماذا؟ عمم ولم يقيد ليشمل البشرى بكل خير: البشرى بالجنة، البشرى بالنجاة من النار، البشرى بسعادة الدنيا والآخرة، كل خير يخطر في بالك وكل سعادة تدور في خيالك فإنها داخلة تحت قوله تعالى: أولئك لهم البشرى. بشرى عظيمة، لم يقيد البشرى بماذا؟ ليشمل البشرى بكل خير، ليشمل البشرى بكل سعادة دينية ودنيوية. أولئك الذين لهم البشرى فبشر عباد، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصفهم بأنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يستمعون القول فيتبعون أحسنه، خلق كريم وصفة نبيلة من صفات أهل لا إله إلا الله.
إذا اجتمعوا في بيوت الله وذكروا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم استمعوا، كما كان الصحابة عندما يسمعون كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا في حالة وصفت بأنها كأنما على رؤوسهم الطير، يستمعون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا كان الكلام لغو وباطل، إذا كان الكلام كفر وضلال، فالإعراض واجب. أما إذا كان الكلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا كان الكلام القرآن والسنة، إذا كان الكلام حديث رسول الله، فإن أهل لا إله إلا الله يستمعون الذكر وينصتون له ولا يعرضون عنه، طيبة نفوسهم بذلك، سجية قلوبهم بذلك، تطيب لسماع كلمة التوحيد لا إله إلا الله، تطيب نفوسهم للبشارة بهذه البشرى العظيمة التي سيقت لأهل لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله حقا، واجعلنا من أنصارها صدقا، واحشرنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم مع أهل لا إله إلا الله. أيها الإخوة، إن فضائل هذه الكلمة العظيمة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة لا تحصى وعديدة لا تستقصى. وقد قال شيخ الإسلام وهو يعدد ويبين فضائل هذه الكلمة العظيمة، قال رحمه الله: وفضائل هذه الكلمة وحقائقها فوق ما يعده العادون ويحصيه المحصون. فضائل هذه الكلمة لا تعد ولا تحصى، لا تحصى بعد، وقد جاء الشيء الكثير في بيان فضلها ورفعة مكانتها في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن فضائل هذه الكلمة في القرآن الكريم أنها كلمة الحق، أنها كلمة الحق، كما قال الله جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال المفسرون: إلا من شهد بلا إله إلا الله وهو يعلم معناها. ومن فضائل هذه الكلمة أنها الكلمة الطيبة، قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ومن فضائل هذه الكلمة أنها القول الثابت الذي يثبت الله الذين آمنوا عليه في الحياة الدنيا وفي الآخرة، جعلني الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. يقول تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومن فضائل هذه الكلمة أنها هي الكلمة التي أنها هي الكلمة الباقية التي جعلها إبراهيم عليه السلام في عقبه. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الكلمة الباقية، الكلمة الطيبة، الكلمة الكريمة التي جعلها إبراهيم وصية في عقبه: لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا هو لا إله إلا الله، هذا هو لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا هو لا إله إلا الله. البراءة من كل معبود سوى الله، وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. فهذا من فضائل هذه الكلمة. هذه بعض فضائلها في كتاب الله تبارك وتعالى. ومن فضائلها في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ما رواه أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، ذنوب وخطايا وآثام كل سجل منها مد البصر. فيقال له: أتنكر من هذا شيء؟ فيقول: لا يا رب. أتنكر من هذا شيء؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله تبارك وتعالى: ألك حسنة؟ فيقول: لا يا رب، ما لي من حسنة. فيقول الله تبارك وتعالى العدل الكريم: إنك لا تظلم.
فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله، يخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله، فيقول الرجل: يا رب، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الرجل: يا رب، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله: إنك لا تظلم. فتوضع البطاقة في كفة ولا إله إلا الله في كفة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فثقلت البطاقة وطاشت السجلات، ولا يثقل مع اسم الله شيء. لو لم يأتي في بيان فضل هذه الكلمة وعظيم قدرها إلا هذا الحديث العظيم، إلا هذا الحديث الكريم عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكفى. فكيف بالأحاديث الكثيرة والنصوص العديدة المبينة لفضل هذه الكلمة؟ أيها الإخوة، هذا الحديث الذي سمعتموه جاء بإسناد صحيح، رواه حمزة الكناني في كتابه البطاقة، في كتابه جزء البطاقة، فيه أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مجلس حديثي روى فيه هذا الرجل جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ضمنها هذا الحديث الكريم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. واشتهر هذا الجزء بجزء البطاقة أو مجلس البطاقة، لأن من أحاديثه حديث البطاقة. يقول راوي الجزء أبو عمرو أو أبو حمصة الدمشقي، راوي الجزء عن حمزة الكناني، يقول: والإسناد إليه صحيح ثابت. يقول: ولما كنا في هذا المجلس استمع، كان رجل مما يستمع المجلس، لما بلغ حمزة الكناني هذا الحديث زعق وسقط في لحظته، وكان في نهاية حياته استبشارا بهذا الحديث وتأثرا به لما سمع هذه البشارة، لما سمع أن لا إله إلا الله إذا وضعت في كفة والسجلات الكثيرة في كفة، أن لا إله إلا الله تثقل، سقط ومات من لحظته متأثرا. والإسناد ثابت وصحيح، ويعني هذا يبين عظم رقة قلوب هؤلاء وتأثرهم بسماع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، واستبشارهم بما يبين لهم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. مات، يقول أبو حمصة: وأنا ممن شهد جنازته. والإسناد ثابت وصحيح إلى أبي حمصة راوي الجزء عندما سمع هذا الحديث، فهو يبين فضل هذه الكلمة. ولما قال أحد الصحابة كما في المسند لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أمر أن يقول له قولا لا يسأل عنه أحدا بعده، قال: أتبع الحسنة، أتبع السيئة الحسنة تمحها، هكذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال الرجل: يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هي أحسن الحسنات، هي أحسن الحسنات، هي أحسن الحسنات. ومن فضائل هذه الكلمة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صح عنه في يوم عرفة، حيث قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فأفضل كلمة قالها نبي، أفضل كلمة قالها الأنبياء كلهم لا إله إلا الله، فهي أفضل الكلمات وأعظم الكلمات وأجل الكلمات لا إله إلا الله. ومن فضائل هذه الكلمة قوله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم معنا الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن نعمة الله تبارك وتعالى على عبده المؤمن صاحب هذه الكلمة الذي يداوم على ذكرها ويلهج بها في كل وقت ويحافظ عليها علما وعملا وتطبيقا، من نعمة الله تبارك وتعالى عليه ومنته به أن يميته عليها، أن يميته عليها. ومن أماته الله تبارك وتعالى على لا إله إلا الله دخل الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والله جل وعلا يثبت أهل الإيمان كما تقدم معنا، يثبتهم على القول الثابت فيكون آخر كلامهم لا إله إلا الله. ومن القصص
الصحيحة الثابتة في بيان تثبيت الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن عند موته فيقول لا إله إلا الله قصة أبي حاتم الرازي، وهي قصة عجيبة نافعة. قصة أبي حاتم الرازي وهي قصة عجيبة نافعة. عندما حضرته الوفاة، اتفق ابنه عبد الرحمن ابن أبي حاتم وزميله أبو زرعة الرازي، اتفق على أن يأتي عنده ليذكراه بهذه الكلمة فتكون آخر كلامه. فجلس عبد الرحمن ابنه وجلس عنده أبو زرعة زميله ليذكراه بهذه الكلمة، فأشار أبو زرعة إلى عبد الرحمن أن يبدأ، فأراد أن يبدأ ليذكره بهذه الكلمة، فساق الإسناد من أوله. لما انتصف في الإسناد كأنه تأثر أو نحو ذلك فلم يستطع أن يكمل، فبدأ أبو زرعة الرازي، هؤلاء كلهم سيذكرونه بها، فبدأ بالإسناد من أوله، فلما انتصف به تلعثم ولم يستطع أن يكمل، فقال كأنكم تريدون أن تقولوا، هذا الذي حضرته الوفاة، قال لهم كأنكم تريدون أن تقولوا حديث فلان، قد حدثنيه فلان عن فلان عن فلان عن فلان، قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة ومات من لحظته، ومات من لحظته، فمات على لا إله إلا الله. اللهم أمتنا على لا إله إلا الله، اللهم أمتنا على لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الحياة لا إله إلا الله. هذه الكلمة يا أخوان كلمة عظيمة، كلمة جليلة، كلمة رفيعة القدر، عالية المنزلة، ينبغي أن لا نتهاون بها، وينبغي أن نهتم بها غاية الاهتمام. هذه الكلمة هي وصية الأنبياء كلهم من أولهم لآخرهم لأقوامهم، ما من نبي بعثه الله إلا أول ما يقرع سمع أقوامه منه لا إله إلا الله. أول كلمة يبدأ بها الأنبياء في دعوته لأقوامهم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ويقول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه هي وصية الأنبياء، وصية الأنبياء لأقوامهم هي لا إله إلا الله في كل وقت وفي كل مناسبة ولكل أحد، حتى وإن كان المخاطب من أهل لا إله إلا الله فإنه يذكر بها ويبين له أهميتها وعظم شأنها. ومن أدلة ذلك قول الله تبارك وتعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، هذه لا إله إلا الله، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، أوصاهم بلا إله إلا الله وهم أنبياء، أوصاهم بلا إله إلا الله وهم أنبياء. وإبراهيم الخليل عليه السلام يقول في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فأنبياء الله ورسله كلهم من أولهم إلى آخرهم ينشرون التوحيد ويبينون للناس لا إله إلا الله ويوضحون معناها ويدعون الناس إليها. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور في طرقات مكة ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وفي الحديث دلالة على أن قائل لا إله إلا الله له الفلاح في الدنيا والآخرة، له الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. كان يدور في طرقات مكة ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وعمه أبو لهب يدور خلفه ويصد عنه، وعمه أبو لهب يدور خلفه ويمشي خلفه ويصد عنه ويقول إنه صابئ فلا تتبعوه، وينهى الناس عن سماع قوله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذه الكلمة فضائلها كثيرة لا تحصى وعديدة لا تستقصى، ولو أخذنا نعدد فضائل هذه الكلمة لطال الوقت، ولكن من باب كسب الوقت أتحدث عن أمر مهم جدا يتعلق بهذه الكلمة، وهو قول الله تبارك وتعالى في الآية المتقدمة فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم بلا إله إلا الله ما هو؟
وبدأ به تبارك وتعالى قبل العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. العلم بلا إله إلا الله، العلم قبل القول والعمل. العلم بلا إله إلا الله لابد منه، لابد من فهمها وضبطها ومعرفة معناها ومعرفة شروطها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الرحمة الواسعة له رسالة في صفحة واحدة أو في صفحتين في بيان شروط هذه الكلمة، ينبغي على كل مسلم أن يحفظها غيبا بأدلتها، أن يحفظها غيبا بأدلتها. ذكر فيها شروط لا إله إلا الله، وذكر أدلة كل شرط من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة الذي هذا شيء من فضلها وقليل من فوائدها ومنافعها، هذه الكلمة كما بين أهل العلم لا تنفع قائلها إلا إذا أتى بشروطها وضوابطها التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الشروط أهل العلم من قديم وهم يبينونها وينبهون على أهميتها وعظم شأنها، ومن كلام السلف قديما في بيان عظم أهمية العناية بشروط لا إله إلا الله قول وهب بن منبه رحمه الله عندما قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. يشير بذلك إلى شروط لا إله إلا الله. وقيل للحسن البصري رحمه الله تعالى: أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال: بلى، من أدى حقها وفرضها دخل الجنة. يشير بذلك إلى شروط لا إله إلا الله. ولما دفن الفرزدق الشاعر زوجته قال له الحسن: قال له الحسن البصري رحمه الله: ماذا أعددت لهذا المقام؟ قال: أعددت له لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال: أعددت له لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال: نعمة العدة، ولكن إن للا إله إلا الله شروطا فإياك وقذف المحصنات. إن للا إله إلا الله شروطا فإياك وقذف المحصنات. فنبهه على أهمية العناية بشروط لا إله إلا الله، أهمية العناية بشروط لا إله إلا الله. فلها شروط ولها ضوابط جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فحري بنا إخواني أن نتذاكر هذه الشروط، فالذي يعلمها يزداد علما ويتذكر ويزداد ذكرى، والذي لا يعلمها يتعلم شيئا لم يكن يعلمه، والذي نسيها يتذكر. وهذا شأن الصالحين والمؤمنين المتقين، يتذكرون أمور الدين ما علموه وما لم يعلموه. شروط لا إله إلا الله مهمة وعظيمة، وليس أحد ينتفع بقول لا إله إلا الله إلا إذا أتم شروطها وضوابطها التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي شروط 7، وهي شروط 7. على كل شرط منها 10 الأدلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. شروط 7 عظيمة، على كل شرط منها 10 الأدلة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمعها أحد أهل العلم ببيت واحد فقال: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. هذه شروط لا إله إلا الله 7 جمعها بعض العلم في بعض أهل العلم في بيت واحد تسهيلا لحفظها وضبطها ومذاكرتها ومدرستها. وأحد أهل العلم يقول في نظم هذه الشروط وفي التنبيه أيضا على أهميتها، يقول أحد أهل العلم وهو الشيخ العلامة حافظ حكمي في منظومته سلم الوصول، يقول: وبشروط 7 قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها.
العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذه شروط لا إله إلا الله السبعة نظمها نظما لطيفا سلسا جميلا، وبين أيضا أهميتها، وبين أيضا ورودها في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت. يعني هذه الشروط، وهذه فائدة يا أخوان مهمة جدا، هذه الشروط السبعة التي ذكرها أهل العلم لم يأتي بها أحد هؤلاء العلماء من قبل نفسه، لم يأتي بها أحد من هؤلاء العلماء من قبل نفسه، وإنما هي أخذت بالاستقراء والتتبع لنصوص الشرع، أخذت بالاستقراء والتتبع لنصوص الشرع لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الشيخ: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الشرع حقا وردت. إذن هذه الشروط ليست شيئا جاء به أحد العلماء من قبل نفسه أو من استنتاجه أو نحو ذلك، وإنما هي استنباط وأخذ بالتتبع والاستقراء لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نظير ذلك قول أهل العلم: أقسام التوحيد ثلاثة، أقسام التوحيد ثلاثة، من أين أخذوا ذلك؟ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه أقسام التوحيد الثلاثة: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه هي أقسام التوحيد الثلاثة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه أقسام التوحيد الثلاثة، فأخذت بالتتبع والاستقراء لنصوص كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا شروط لا إله إلا الله أخذها العلماء بالتتبع لنصوص الوحي ولنصوص الكتاب والسنة. وكما أسلفت قبل قليل، كل شرط منها عليه عشرات الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أول هذه الشروط وأعظمها وأهمها هو العلم بمعناها، هو العلم بمعناها نفيا وإثباتا المنافي للجهل. العلم بمعناها نفيا وإثباتا المنافي للجهل، هذا أهم ضابط. ولهذا قال تعالى في الآية المتقدمة: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولهذا قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال المفسرون: إلا من شهد بالحق، أي شهد بلا إله إلا الله، وهم يعلمون، أي يعلمون معنى ما شهدوا به، أي يعلمون معنى ما شهدوا به. وفي الصحيح من حديث عثمان بن عفان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فاشترط عليه الصلاة والسلام لقبول لا إله إلا الله العلم بمعناها، فقال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، فاشترط لقبول لا إله إلا الله العلم بمعنى هذه الكلمة العظيمة، بمعنى هذه الكلمة العظيمة: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومعلوم أنه إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فالذي لا يعلم معنى لا إله إلا الله لم يكن قد أتى بضابطها وشرطها التي تكون مقبولة به. فالعلم بمعنى هذه الكلمة أهم ضابط، العلم بمعنى هذه الكلمة العظيمة أهم ضابط لقبولها. ويتأكد ذلك، يتأكد العناية بدراسة هذا المعنى أو معنى لا إله إلا الله، يتأكد ذلك إذا علمنا أن هناك اتجاهات كثيرة جدا ومذاهب عديدة متفرقة، كل منها يفسر لا إله إلا الله بهواه، كل منها يفسر لا إله إلا الله بهواه، بل منهم من غير لفظ هذه الكلمة وحرف لفظها، ليس فقط المعنى، منهم من حرف لفظ هذه الكلمة حتى تكون موافقة لبدعته، مثل ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
عن طائفة من غلاة المتصوفة يقولون بوحدة الوجود، أليس هناك خالق ولا مخلوق، وإنما الوجود وحدة واحدة، ليس هناك خالق ولا مخلوق، فكل ما في الوجود هو الله، ليس هناك خالق ولا مخلوق، لا رب ولا مربوب، وإنما كل ما في الوجود هو الله تبارك وتعالى. أهل هذه النحلة الباطلة بعضهم كما ذكر شيخ الإسلام حرف في لفظ هذه الكلمة، فكانوا بدل أن يقولوا لا إله إلا الله يحرفونها ويقولون ليس إلا الله، أي لا موجود إلا الله، حرفوها وقالوا ليس إلا الله. يقول شيخ الإسلام وقد كان أهل العلم يسمونهم الليسية، الليسية لأنهم حرفوا هذه الكلمة، حرفوا هذه اللفظة العظيمة لتكون موافقة لبدعتهم. وبعض إخوان هؤلاء أيضا أخذوا يقللون من شأن هذه الكلمة العظيمة، فماذا قالوا؟ قالوا الذكر على ثلاثة مراتب وثلاث درجات، ذكر للعامة وذكر للخاصة وذكر لخاصة الخاصة. أما ذكر العامة فهو لا إله إلا الله، ذكر العامة هو لا إله إلا الله، وذكر الخاصة هو أن يتلفظ بلفظ الجلالة مفردا فيقول الله 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 ويرددها، وأما ذكر خاصة الخاصة فأن يأتي بالضمير فيقول هو هو هو. وهذا الذي تسمعونه الآن عن تقسيم هؤلاء ليس شيئا مضى وانتهى وانقرض، بل هو موجود إلى الآن عند المتصوفة ولا سيما غلاتهم. وقد حدثني أحدهم من أحد البلاد عن نفسه هو قبل أن يمن الله تبارك وتعالى عليه بالهداية، فماذا قال لي؟ قال كنا نجلس في المجلس نذكر الله بزعمنا بهذه الطريقة، فنقول هو هو، فيقول لهذا الأخ بنفسه يقول والله الذي لا إله إلا هو إذا استمعت إلى صوتنا خلف الجدار وأنت لا ترانا لا تشك أن هؤلاء الذين خلف الجدار كلاب تنبح، يقول لا تشك والله. نفس الأخ هذا الذي تاب وهداه الله يقول لي أنا شخصيا، يقول لي والله إذا سمعت صوتنا وأنت خلف الجدار لا ترى أشخاصنا لا تشك عند سماع هذا الصوت أن الذين خلف هذا الجدار كلاب تنبح، يقول نقول هو 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 يذكرون الله. أما لا إله إلا الله فهذه ذكر العامة، أما لا إله إلا الله فهي ذكر العامة، وقد قال عليه الصلاة والسلام وقد سمعنا قبل قليل خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فهؤلاء بعض من اجتهد في التقليل من هذه الكلمة أو تحريف لفظها، أما تحريف معناها أو عدم فهم معناها وضبطه فحدث عن هذا الموضوع ولا حرج كثرة، لأن لما تقرر في نفوس كل من كل لما تقرر في نفوس كل منتمن إلى الإسلام عظم شأن هذه الكلمة وجلالة قدرها ورفعة مكانتها وكثرة النصوص في فضلها، صار كل أحد عنده هوى وبدعة يفسر بدعته وهواه ويجعلها هي معنى لا إله إلا الله، يجعلها هي معنى لا إله إلا الله. والذين درسوا كتب المقالات وعقائد الطوائف الضالة المنحرفة عن عقيدة أهل السنة والجماعة يجد فعلا أن كل طائفة عندها عقيدة باطلة، عندها مذهب منحرف يجعل لا إله إلا الله، يجعل لا إله إلا الله دالة على ما عنده، ولهذا تجده ينادي إلى لا إله إلا الله ثم يفسرها بما يشتهي ويهوى، ثم يفسرها بما يشتهي ويهوى. وأهل العلم ذكروا نماذج على ذلك كثيرة، ومن ذلك ما ذكره صاحب تيسير العزيز الحميد حفيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ذكر جملة من هذه النماذج ممن يفسر لا إله إلا الله بهواه وبمعتقده، فذكر أن منهم من يفسر لا إله إلا الله بأنه لا قادر على الاختراع إلا الله، ومنهم من يفسر لا إله إلا الله بأنه لا غني بنفسه عمن سواه إلا الله، ومنهم من يفسر لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله لا مدبر إلا الله، منهم من يفسر لا إله إلا الله بأنه لا موجود إلا الله، وهكذا تجد تفسيرات كثيرة تأتي على ألسن كثير من هؤلاء، وهي ناتجة إما لفساد الاعتقاد
الذي أملى عليهم تفسير هذه الكلمة أو ناتج عن جهلهم بلغة العرب التي من ألفاظها ومن كلماتها لا إله إلا الله، فتجدهم يفسرون هذه الكلمة بغير معناها، يفسرون هذه الكلمة بغير معناها. ولهذا يتعين على كل مسلم أن يعلم أنه لا إله إلا الله، وأن يعلم معنى لا إله إلا الله علما صحيحا سليما بعيدا عن الفهوم المعوجة والاتجاهات الضائعة المنحرفة. يفهم لا إله إلا الله الفهم الصحيح، الفهم الصحيح الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقبل الإشارة إلى بيان معنى هذه الكلمة من خلال كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أشير ولو إشارة سريعة إلى ما في هذه التعريفات السابقة من فساد وبدون إطالة. فالذي يقول مثلا لا إله إلا الله، لا موجود إلا الله، لا موجود إلا الله، ماذا يعني هذا؟ أو ماذا يلزم من هذا؟ أن كل موجود هو الله، أن كل موجود هو الله. وكفى بتصور مدلول هذه الكلمة دلالة على فساد معناها. فمعنى ذلك أن كل موجود هو الله، أن كل موجود هو الله، لا إله إلا الله، لا موجود إلا الله، يعني كل موجود هو الله. فيكون ذلك اعتقاد أهل وحدة الوجود الذي أشرنا قبل قليل إلى فساده وبطلانه، الذي يقول ليس هناك خالق ولا مخلوق، ليس هناك رب ولا مربوب. والذي يقول إن لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله، لا شك أن هذا داخل في ضمن معناها، لكن ليس هو معناها، ليس هو معنى هذه الكلمة. كذلك الذي يقول لا غني بنفسه عمن سواه إلا الله أو نحو ذلك، ليس هذا هو معنى الكلمة. ولو كان معنى هذه الكلمة لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله أو لا غني بمن سواه لا غني بنفسه عمن سواه إلا الله، لو كان هذا هو معنى لا إله إلا الله لما تردد المشركون زمن النبي صلى الله عليه وسلم في قبول هذه الكلمة، لما ترددوا في قبول هذه الكلمة. لماذا؟ لأنهم هم أنفسهم يعتقدون أنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يعترفونهم أن خالق هذا الكون وموجده ومدبره هو الله تبارك وتعالى، يقرون بذلك. فلو كان المراد بقول لا إله إلا الله أي اعتقاد أنه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر إلا الله، لما تردد هؤلاء القوم في قبولها. ولكن أهل الكلام الباطل، أهل الكلام المذموم الذين يفسرون هذه الكلمة بهذا المعنى، هذا ناتج عن انحراف ناشئ عندهم في الاعتقاد. أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله أن غاية الاعتقاد عند هؤلاء هو توحيد الربوبية وإثبات وجود الله تبارك وتعالى، فلهذا يجعل هؤلاء معنى لا إله إلا الله هو ماذا؟ يجعل هؤلاء معنى لا إله إلا الله هو الاعتراف بأن الخالق الرازق المنعم المدبر لهذا الكون هو الله تبارك وتعالى. ولهذا تجد هؤلاء المتكلمين ينشغلون في كتابات كثيرة وفي دروس عديدة في إثبات وجود الله، مع أن وجود الله تبارك وتعالى أمر مركوز في الفطر لا يحتاج إلى بيان ولا يحتاج إلى إيضاح. عوام المسلمين وغيرهم مرتكز أو يعني ثابت في فطرهم وجود الله تبارك وتعالى، بل إن هذه الحقيقة لا يجهلها المشركون زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن علماء الكلام الذين اشتغلوا بعلم الكلام الباطل يفنون أعمارهم وكتابات موقات في الدلالة على وجود الله. ولهذا من القصص الطريفة النافعة قصة أحد هؤلاء المتكلمين وهو الرازي فيما أذكر. كان يمشي في الطريق ومعه يعني جمع غفير من التلاميذ، ويعني له هيبة في مشيته، فرأتهم امرأة عجوز
عربية عامية، رأته قالت: من هذا؟ من هذا؟ قالوا: ما تعرفينه؟ هذا الرازي عنده 1000 دليل على وجود الله، عنده 1000 دليل على وجود الله، لأنهم يعني مشتغلين بالكلام والقضية عندهم إثبات وجود الله. فقال: ما تعرفينه؟ هذا الرازي عنده 1000 دليل على وجود الله. فقالت المرأة بفطرتها: والله لو لم يقم في قلبه 1000 شك ما وجد عنده 1000 دليل، لو لم يكن في قلبه 1000 شك ما وجد عنده 1000 دليل. المسألة هذه ما تحتاج، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فالمسألة ما تحتاج إلى هذا الجهد، لكن ما هو الذي يحتاج؟ الذي يحتاج مسألة العبادة التي دلت عليها هذه الكلمة، إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. فالشاهد أن الانحرافات كثيرة وعديدة جدا في تفسير هذه الكلمة، ولهذا ينبغي يا أخوان أن نعتني بدراسة معنى هذه الكلمة ودراسة معناها على علماء السنة، علماء السنة الذين لزموا الكتاب والسنة وأخذوا معناها من الكتاب والسنة. نفهم معنى هذه الكلمة وندرس هذه الكلمة على هؤلاء العلماء. أما الذين يفسرون هذه الكلمة استنادا إلى اتجاهات معينة أو استنادا إلى مذاهب منحرفة أو أهواء محدثة أو نحو ذلك، هؤلاء لا نلقي بالا ولا نستمع إلى تفسيرهم للا إله إلا الله. وهذه قضية يا أخوان معروفة، كل صاحب اتجاه أو صاحب مبدأ أو صاحب فكرة يفسر لا إله إلا الله حسب ما يريد. ولهذا يجب يا أخوان على كل مسلم أن يعنى بضبط معنى هذه الكلمة وفهمها فهما صحيحا متلقا عن العلماء، علماء السنة الذين يبينون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن هؤلاء يؤخذ معنى هذه الكلمة. والشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أكثر كتاباته في بيان لا إله إلا الله، ويخاطب في كتاباته كافة الطبقات، يكتب فيها للعوام، ويكتب فيها للمتوسطين، ويكتب فيها للعلماء، ويكتب لكل إنسان. وكانت كتبه لكل مستوى تحفظ في المساجد إلى وقت قريب، يحفظها العوام، وفيها البيان الشافي والتوضيح الكافي لمعاني هذه الكلمة الجليلة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. أيها الإخوة، معنى هذه الكلمة العظيمة، معنى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله قد جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قد جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسأعرض آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام مشتملة على تفسير هذه الكلمة أحسن تفسير، وعلى بيانها أحسن بيان. فمن الآيات المبينة لمعنى لا إله إلا الله قوله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهذا هو معنى لا إله إلا الله، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ويقول تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني استمسك بلا إله إلا الله، لأن العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. فإسلام الوجه لله والإحسان في عبادة الله هو معنى لا إله إلا الله، بإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. ومما يبين معنى لا إله إلا الله الآية التي تقدمت معنا، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فلا إله إلا الله البراءة من كل معبود سوى الله، وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. ومما يبين معنى لا إله إلا الله قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ونحو هذه الآيات. فلا إله إلا الله معناها إخلاص العبادة لله جل وعلا. ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس في ذكر بعثة معاذ بن جبل إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. هذا فيه دلالة على أهمية العناية بلا إله إلا الله، والبدء بها قبل كل شيء في الدعوة
وفي التعليم وفي تلقين الصبيان يبدأ بلا إله إلا الله، بل حتى المولود عندما يخرج من بطن أمه ويستهل صارخا يشرع أن تؤذن في أذنه، تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فأول ما يسمع عندما يخرج إلى هذه الحياة يسمع التوحيد، يسمع لا إله إلا الله، فأول ما يبدأ به لا إله إلا الله. الشاهد هذا الحديث كما أن فيه دلالة على أهمية البدء والعناية بلا إله إلا الله، ففيه دلالة على معنى لا إله إلا الله، لأن في بعض طرقه التي في الصحيحين جاء في بعض الألفاظ فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي بعض الألفاظ فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله. فهذا هو معنى لا إله إلا الله، توحيد الله وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. ومما يبين لا إله إلا الله من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام قوله من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. والذي يقرأ مثلا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله يجد الآيات الكثيرة والأحاديث العديدة المبينة والشارحة والموضحة لمعنى هذه الكلمة العظيمة الجليلة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. هذه بعض النصوص في بيان معنى هذه الكلمة، ويتلخص من ذلك أن معنى لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى والبعد عن الشرك، والبعد أو البراءة من الشرك كله صغيره وكبيره، هذا هو معنى لا إله إلا الله. ولهذا يقول العلماء إن لا إله إلا الله مشتملة على ركنين عظيمين وأساسين متينين، النفي والإثبات. أما النفي فهو البراءة من كل معبود سوى الله، وأما الإثبات فهو إلا الله إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. هذا معنى هذه الكلمة، هذا هو معنى هذه الكلمة العظيمة. أيضا من النصوص المهمة الجديرة بالانتباه في بيان معنى هذه الكلمة من كتاب الله تبارك وتعالى في بيان معنى قول لا إله إلا الله قوله تعالى له دعوة الحق، وقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهذه الآية أو هذه الآيات فيها بيان قيد مهم وضابط عظيم في فهم معنى هذه الكلمة، لأن لا نافية للجنس ويتحتاج إلى مبتدأ وخبر، لا إله فإله اسمها تحتاج إلى اسم وخبر، فلا إله اسمها وإلا الله محذوف مقدر. بعض أهل البدع يجعل هذا المحذوف المقدر هو موجود فيقول لا إله موجود إلا الله، لا إله موجود إلا الله، فيكون بهذا الفهم الباطل كل إله موجود بحق أو بباطل هو الله، كل إله موجود بحق أو بباطل هو الله، لأن أصبح معناها لا إله موجود إلا الله، فهذا التقدير تقدير باطل. أما تقديرها فقد دل عليه كتاب الله، دل عليها الآيات المتقدمة، دل عليها قوله تعالى في سورة الرعد له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. والآية الأخرى في سورة لقمان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والآية الثالثة في سورة الحج ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وكذلك قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فالمقدر أو المحذوف المقدر دل عليه كتاب الله وهو حق، لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله، فيكون معنى هذه الكلمة لا معبود حق يستحق العبادة غير الله تبارك وتعالى، لا إله حق إلا الله. أما غير الله فهو معبود بباطل، كل من عبد سوى الله فعبادته باطلة. المعبود بحق من هو؟ العلي الكبير، كما ختم الله تبارك وتعالى
ذلك كما ختم الله تبارك وتعالى الآية المتقدمة بذلك، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه أيا كان هذا الدون هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. يقول أهل العلم ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين، ومن القواعد المتقررة عند أهل العلم أن كل آية تختم بأسماء حسنى لله فإن الاسم الذي ختمت به الآية له تعلق بالمعنى الذي ذكر في الآية. فالله ختم هذه الآية بقوله وأن الله هو العلي الكبير، إشارة إلى أن المعبود الحق هو العلي الكبير ليس سواه، والعلي الكبير هو الله وحده. هذا الوصف ليس إلا لله، الله تبارك وتعالى هو العلي، العلو المطلق، العلو الكامل، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. هو بذاته تبارك وتعالى فوق سماواته فهو العلي، علو الذات وعلو القهر، هو القاهر لعباده، وعلو القدر، ما قدر الله حق قدره. فجميع معاني العلو لله تبارك وتعالى، والكبير، معاني هذه الكلمة كلها على التمام والكمال، على أكمل وجه ثابتة لله تبارك وتعالى. فالمعبود بحق هو العلي الكبير دون من سواه. الشرط الثاني لهذه الكلمة العظيمة هو اليقين المنافي للشك والريب، اليقين المنافي للشك والريب، اليقين المنافي للشك والريب. واليقين هو كمال العلم، لأن العلم مراتب، علم اليقين. فلا بد في لا إله إلا الله أن يكون قائلها عنده يقين تام ويقين كامل، لا يخالطه شك ولا يداخله ريب في هذه الكلمة العظيمة، اليقين الذي لا شك فيه ولا ريب. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول صلى الله عليه وسلم أبلغ من لقيت وراء هذا الحائط ممن يشهد أنه لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الآخر أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة. فلا بد من اليقين، واليقين هو كمال العلم. فالذي يقول لا إله إلا الله لا بد أن يكون مستيقنا، أن يكون قلبه مستيقنا بهذه الكلمة، لا يداخله فيها شك ولا يخالطه فيها ريب. الشرط الثالث، وأختصر لضيق الوقت، الشرط الثالث هو الإخلاص المنافي للشرك والرياء، الإخلاص المنافي للشرك والرياء. ومعنى ذلك أن يكون قائل لا إله إلا الله مخلصا بعمله وجه الله تبارك وتعالى، مخلصا بعمله وجه الله. والإخلاص في العمل أن يكون صافيا نقيا ليس به شائبة، ليس به شائبة شرك ولا شائبة رياء، لأنه إذا دخله شيء من ذلك لا يقبله الله. قال تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركة. ومما يبين معنى الإخلاص في اللغة، وأذكر الآية لأن فيها فائدة، مما يبين معنى الإخلاص في اللغة قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذا لنا فيه عبرة كما أخبر ربنا تبارك وتعالى. اللبن الأبيض الصافي النقي الذي نستسيغه ونشربه من أين يخرج؟ يخرج كما أخبر الله من بين فرث ودم، يخرج من بين فرث ودم، ولا نرى فيه قطعة دم ولا قطعة فرث،
ويخرج من بين الفرث والدم، ونحن نعلم أنه يخرج من بين الفرث والدم ونشربه ونستسيغه. هذا مما يبين ماذا؟ هذا مما يبين معنى الإخلاص. الإخلاص أن يكون العمل صافي ونقي ليس فيه أي شائبة، يخلصه العابد من كل شائبة، شائبة الشرك أو الرياء أو السمعة، يخلصه من ذلك كله ويجعله صافيا نقيا لله تبارك وتعالى. فإذا صلى لله، وإذا ذبح لله، وإذا نذر لله، وإذا خاف من الله، وإذا توكل على الله، وإذا قام بأي عبادة من العبادات، لا يبغي بذلك إلا وجه الله تبارك وتعالى، فلا بد من الإخلاص. أما إذا دخل الشرك للعمل أبطله وأفسده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا بد من إخلاص العمل كله لله. ولهذا يقول تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقول: ألا لله الدين الخالص، وغيرها من الآيات. فهذا شرط لا بد منه. الشرط الرابع: الصدق المنافي للكذب. الصدق المنافي للكذب. والصدق هو أن يكون ما يقوله العبد في لسانه مطابقا لما في قلبه، موافقة القول الذي يكون باللسان لما يكون في القلب، يواطئ قلبه لسانه ويواطئ لسانه قلبه، هذا الصدق. ولهذا إذا كان قائل لا إله إلا الله ليس صادقا بها لا يقبلها الله، بل إن هذا يكون بل إن هذا هو صفة المنافقين، كما قال الله عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ كاذبون في أن ما قالوه بألسنتهم لا يوافق ما في قلوبهم. ولهذا يشترط في قول لا إله إلا الله أن يكون صادقا بها. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة. فاشترط لقبول لا إله إلا الله الصدق. والشرط الخامس لهذه الكلمة: المحبة المنافية للبغض والكره. المحبة المنافية للبغض والكره، أن يحب هذه الكلمة العظيمة ويحب الله تبارك وتعالى محبة لا يشاركه فيها أو لا يشارك فيها أحدا، يجعلها خالصة لله تبارك وتعالى، محبة العبادة، لا يجعل مع الله أو لا يسوي مع الله أحدا في هذه المحبة، ويخلصها لله، وذلك بأن يميل بكلية قلبه إلى الله، فيحب الله، يحب الله من كل قلبه. ثم ينتج عن هذه المحبة الخالصة العظيمة، ينتج عنها وتثمر محبة كل ما يحبه الله، محبة كل ما يحبه الله. عندما يحب العبد ربه تبارك وتعالى محبة العبادة الصحيحة الكاملة التي لا يشرك مع الله فيها غيره، ينتج عنها محبة كل ما يحبه الله، فيحب الأنبياء ويحب الأولياء ويحب المؤمنين ويحب الصالحين ويحب القرآن ويحب السنة ويحب الصلاح ويحب الاستقامة ويحب كل ما يحبه الله، ويحب كل ما يحبه الله. وهذا أوثق عرى الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فلا بد من المحبة المنافية للكره، أن يكون قائل هذه الكلمة قد جاء بهذا الضابط العظيم، وهو المحبة المنافية للكره، محبة الله ومحبة كل ما يحبه الله، وينطلق بعد ذلك فيما يحبه من محبة الله وفيما يبغضه مما يبغضه الله، فيكون حبه وبغضه وولاؤه وبراؤه في الله تبارك وتعالى ولله. لا يحب المرء لا يحبه إلا لله، ويبغض المرء لا يبغضه إلا لله، فينطلق فيما يحب ويبغض مما يحبه الله ويبغضه. فهذا شرط وضابط من ضوابط لا إله إلا الله. الشرط الخامس: الانقياد
الشرط السادس الانقياد المنافي للترك، الانقياد المنافي للترك، والانقياد هو الاستسلام، الانقياد هو الاستسلام، أن يسلم العبد وجهه لله، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني الذي يسلم وجهه إلى الله هو المتمسك بلا إله إلا الله، فلا بد لقائل لا إله إلا الله أن يكون مسلما وجهه إلى الله، بمعنى منقاد، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يعني انقادوا، ينقاد لأمر الله تبارك وتعالى، يمتثل أمر الله، يطيع الله، يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينقاد لأمر الله، فإذا جاءه الأمر قام به وفعله، وإذا جاءه النهي تركه، وإذا جاءه الخبر صدقه، منقاد لكل ما يأتيه عن الله تبارك وتعالى. فهذا لا بد منه، لا بد منه لقائل لا إله إلا الله. فإذا كان لا ينقاد فما حكمه؟ إن كان الذي يتركه كفرا كفر، وإن كان الذي يتركه من كمال الإيمان الواجب نقص كمال إيمانه الواجب بحسب ما ترك، وإن كان الذي تركه من كمال الإيمان المستحب نقص من كمال إيمانه المستحب بما ترك. فلا بد من الانقياد وفعل أمر الله تبارك وتعالى وفعل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ومن الآيات المبينة لعظم انقياد من تم في قلوبهم قبول لا إله إلا الله والإذعان للا إله إلا الله، مما يبين لكم تمام الانقياد والاستسلام، قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم الخليل عليه السلام، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، هذا موطن الشاهد، فلما أسلم وتله للجبين. هذا إبراهيم الخليل عليه السلام، أمره الله تبارك وتعالى بماذا؟ أمره بأن يذبح ابنه، أمره أن يذبح ابنه، وأسلم أمره لله، أسلم أمره لله وتله للجبين، يعني وضع السكينة على رقبته وأراد أن ينفذ أمر الله، مستسلما لأمر الله، منقادا لأمر الله. فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. الشاهد من الآية حتى ننتبه، الشاهد من الآية بيان معنى الاستسلام، معنى الاستسلام أي الانقياد لأمر الله، لأمر الله تبارك وتعالى، ونحن لم نؤمر بذلك ولم نتعبد به، وإنما أمرنا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم عندما يأتيه أمر الله ينقاد انقيادا تاما، ويكون في قرارة نفسه أن أمر الله فيه سعادته وفلاحه وصلاحه ونجاحه في الدنيا والآخرة. الشرط السابع والأخير القبول المنافي للرد، القبول المنافي للرد، أي يقبل هذه الكلمة، يقبل هذه الكلمة ولا يردها. وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن الكافرين المشركين زمن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ما قبلوها، أنهم لم يقبلوا هذه الكلمة، إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، لم يقبلوها وردوا هذه الكلمة. فمن الشروط والضوابط لهذه الكلمة أن يقبلها ولا يردها. ويفرق بعض أهل العلم بين القبول والانقياد، أن القبول يتعلق بالقول والانقياد يتعلق بالعمل، يتعلق بالعمل، هذا مما قيل في التفريق بين الانقياد والقبول.
الانقياد يستسلم وينقاد لأمر الله تبارك وتعالى، والقبول يقبل هذه الكلمة ولا يردها، يقبل هذه الكلمة ولا يردها. هذه شروط لا إله إلا الله السبعة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحد الإخوة بعث بورقة قال فيها: الكفر بكل ما يعبد من دون الله، عده أحد العلماء وسماه ثامن شروط لا إله إلا الله، فهل تعد أم لا؟ جواب هذا أن شروط لا إله إلا الله السبعة بعض أهل العلم زاد فيها شرطا ثامنا أيضا استنبطه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الكفر والبراءة بما يعبد من دون الله. وبعض أهل العلم يقولون السبعة الشروط المذكورة دالة على ذلك، السبعة الشروط المذكورة دالة على ذلك، ومن ذلك المحبة، لأن المحبة لا بد معها من البغض. قلنا في المحبة أن تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك البراءة، معنى ذلك البراءة من كل ما يعبد من دون الله. فإذا أضيف هذا الشر من باب زيادة البيان والإيضاح فلا إشكال في ذلك، إذا أضيف من باب زيادة البيان والإيضاح لا إشكال في ذلك، وإلا هو كما تقدم داخل في هذه الشروط وداخل في ضمن الشروط السبعة المتقدمة، ولو أضيف لا إشكال، لو أضيف لا إشكال، لأنه يكون من باب زيادة البيان وزيادة الإيضاح. أحد الأخوة أيضا بعث بورقة وأراد أن أنبه على، لما ذكرت الرازي، أنا ذكرت رازيين، ذكرت في الكلمة رازيين، ذكرت أبو حاتم الرازي وذكرت فخر الدين الرازي، فأراد أن أنبه حتى لا يلتبس. أبو حاتم الرازي هذا إمام من أئمة المحدثين، والرازي إمام من أئمة المتكلمين، فخر الدين الرازي، فخر الدين الرازي، فيعني يفرق بينهما ولا يظن أنهما رجل واحد. فخر الدين الرازي هذا من أئمة المتكلمين، وله أشياء كثيرة في الكلام الباطل رد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب العظيم نقض التأسيس أو بيان تلبيس الجهمية، كله أو أكثره في الرد على فخر الدين الرازي. وأما أبو حاتم الرازي فهذا إمام من أئمة السلف وعلم من أعلام أهل السنة. الإقامة وصلت ولا؟ في ختام هذه الكلمة أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. وإن كان لي وصية فإني أوصي فيما يتعلق بهذا الموضوع بقراءة بعض الكتب العظيمة النافعة، ومنها كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله التوحيد، وكتابه شروط لا إله إلا الله، وكتابه شروط لا إله إلا الله، وهو كما قدمت رسالة صغيرة في 3 صفحات تقريبا فيها هذه الشروط وأدلتها، وكذلك قراءة كتاب معارج القبول للشيخ حافظ حكمي، وقد ذكرت لكم أبياته في أثناء الكلمة، وقد شرح رحمه الله هو بنفسه الأبيات في كتاب معارج القبول شرحا من أطيب وأحسن وأسلس ما يكون، شرحا من أحسن ما يكون. وهذا الكتاب يقع في مجلدين، وهو شامل لأبواب العقيدة كلها وبأسلوب واضح ويسير، وجمع فيه نصوصا كثيرة من نصوص كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فأوصي بقراءة هذا الكتاب العظيم، ولا سيما موضوعنا هذا موضوع لا إله إلا الله وشروطها، فقد تكلم حفظه الله رحمه الله في هذا الموضوع كلاما وافيا شافيا كافيا، وكذلك كتب أهل العلم الأخرى مثل شرح كلمة الإخلاص بن رجب والآثار التي مرت معنا قبل قليل، كثير منها في رسالة ابن رجب شرح كلمة الإخلاص. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم وأن يرزقنا وإياكم الموتى على لا إله إلا الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.